مرحبا فيك يا قلب غني ويا واجمل لحن الشعر بالصوت يا مرحبا بضيوف بصوت جذل القصيد ترحيب تنقادرها من قدر يا صحابه ترحيبي تنتهني الاحساس الشعور البريد احساس شوق ومحبه صعب تقديره يا مرحبا فيك يا من جيت يا قلب غني وياك واجمل لحن الشعر بالصوت ترحيب باسمي ام سلطان بكل الحضور يا حي من جاتك الدعوه ولبيتها لحن الشعر بالصوت في حفلة الغالي متعب فراحة كل عن يا عز شخص لها الكلمات خطيتها لكني كالنجم لمن قطر من بعد للمرجلة والمراجل دوم عدوانها مرحبا فيك يا من جيت اتصل على جوال 0531 واجمل لحن الشعر